وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الفنان الممثل عبد الله يحيى إبراهيم. أهلا وسهلا فيك عبد الله معنا اليوم. أهلا وسهلا بك وبرنامجك الجميل والرائع، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين والمتابعين لكم دائما، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة. تحية لك، نورت البرنامج والقناة. طيب عبد الله، أنا لما أستضيف ضيوفي في العادة أسألهم أسئلة خفيفة وظريفة في البداية، بعدين أنتقل للأسئلة اللي نتعرف فيها عليهم أكثر، فهل أنت مستعد نبدأ؟ ولا يهم. يلا نبدأ مع أول سؤال، وصف نفسك بكلمة. فنان. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الانستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ طبعاً لحد الآن تعتبر ماليزيا اللي أنا الآن في زيارتها. جميل، مكان تتمنى زيارته؟ بتمنى أسافر مرة ثانية مكة المكرمة. أنا رحت حجيت، بس أتمنى مرة ثانية أروح. نتقبل منك. طيب شخصية تتمنى مقابلتها؟ أتمنى أقابل شخصية فنانة عربية من الممثلين الرائعين، الفنان قصي خولي دائما يشبهني به، لذلك أتمنى أني ألتقي به. جميل. طيب مجال دراستك؟ أنا دارس إخراج مسرحي في الفنون المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق سوريا، وأيضاً إخراج تلفزيوني وسينمائي في المعهد الروسي. رائع. طيب عبد الله، أنت غني عن التعريف، لكن في المقابل كيف تحب تعرف عن نفسك للجمهور؟ والله بكل بساطة، عبد الله يحيى إبراهيم شخصية يمنية تتمنى أن ترتقي بالفن في اليمن، وأن تصل إلى مرحلة عربية وعالمية بالنسبة لها، ولا تقف الطموح عندها إلى مرحلة معينة. والطموح في التمثيل أو في الإخراج ليس من أجل عبد الله يحيى إبراهيم، ولكن من أجل بلده بالكامل، من أجل شعبه بالكامل، أن يظهر لهم صورة جميلة. جميل، وصلت الفكرة. طيب لو تكلمنا عن بداياتك مع التمثيل وأول أعمالك، كيف؟ أنا طبعاً بدأت من الطفولة، يعني أقدر أقول أنه أنا من عرفت نفسي أو من أعي نفسي وأنا في التمثيل وفي المسرح. تقريباً الوالد يذكر أنه أول ظهور لي في عمر 9 أشهر، ولكن في تسجيل يوثق هذا الشيء. بس المرحلة الحقيقية اللي أنا عرفت نفسي فيها كانت من عمر 3 سنوات في المسرح، وبعدها استمريت 4 سنوات 5 سنوات في التلفزيون، و8 سنوات كانت بداية أقدر أقول زهرة التمثيل أو الأداء اللي أنا أخطه. جميل. وبعدها يعني واصلت حتى طول عمرك أمام الكاميرا. طيب هل كان هذا طموحك لما بدأت تستوعب؟ أنت قلت في سن 8 بدأت تستوعب وبدأت زهرة الفن عندك تزهر. طيب كان طموحك أنك تكون ممثل، أو عشان والدك ممثل قدير ومعروف أثر ذلك عليك؟ هو أكيد، لأنه الوالد فنان وأثر علي بشكل كبير جداً، وأنا أوجه أول شيء تحية خاصة لوالدي الغالي عبركم، أقول له يا أبا أنا فدالك وفدال روحك إن ما كنت، وهذه بوستك اللي دايماً تأخذها مني في أي مكان أنا أعمل فيه مقابل. بالنسبة لأنه لو رجع بي الزمن، الله يحفظكم تسلموا، لو رجع بي الزمن يمكن ما ادري ايش اختار، لكن انا اقدر اقول انه صعب انه كنت انا احدد، لانه انا وجدت نفسي تربيت وترعرعت في احضان التمثيل والفن والمسرح، فما كان فيش معي خيار انه او كنت رافض هذا الشيء. بالعكس، انا شيء تربيت عليه وحبيته بشكل كبير جدا، وحسيت انه انا مستحيل اكون بدونه. ايوه. طيب في ظل هذا الكلام اللي قلته، ايش هو اهم انتقاد وجهه لك والدك من بداية انضمامك للمجتمع الفني؟ ربما هو كان مشرف عليك من البداية، فعارف مكان القصور، عارف. والدي لا ينتقدني إلا إذا يعني يحاول أن يظهر من عبد الله يحيى إبراهيم صورة جميلة للمجتمع، ويعني دائما يقول لي إنه لا تدخل في عمل
فيه السياسة أبداً. أنت فنان وتنتمي للفن ولا تنتمي لأي طرف، ولكن حاول أن يكون فنك موجه خدمة الناس والمجتمع. تعتقد أنه والدك الكريم هو اللي شق لك الطريق، ولا أنت اللي شقيته بشخصيتك وتعبك؟ طبعاً لا أنكر فضل والدي أبداً علي. والدي علمني كثير، والدي بالنسبة لي مدرسة كبيرة ومدرستي الأولى والأخيرة. أقول مهما درست ومهما تعلمت، أنا لا أستطيع أن أنكر ما أخذته وما استشفيته من والدي، سواء كان في المرحلة العملية أو من جانب الخبرة. لكن طريقي أنا شقيته، قد أقول أنه بعد فترة الشباب سمعت كثير الناس يقولوا أنه لولا والده لما كان، وهذه الجملة كثير كانت تتردد، وهذا مش عيب أبدا. لكن حاولت أنني أصنع لنفسي مجال خاص بي، فلذلك اتجهت للإخراج وحاولت أن أوجه أعمالي إخراجية نوعا ما، واشتغلت في الإخراج عن جانب لا يشتغل فيه والدي أبدا. والدي متخصص بالتمثيل، فحاولت أن نفسي كعبد الله إبراهيم في أعمالها الإخراجية، وأيضا في التمثيل درست ما يتعلق بالتمثيل وكيف أستطيع أن أؤدي، أو يعني أعتمد على تعابير الوجه والأداء والإحساس الداخلي. وأعتقد أنه خاصة في الفن ما فيش حاجة اسمها وساطة، لأنه إذا أنت فنان أنت بتظهر نفسك وأنت بتثبت نفسك، تعابيرك وإحساسك بيوصل للناس من ورفعت صعب عن نفسك. والدك هو اللي يوصل. بذلك رفعت عن نفسك الشبهة. طيب من الشخصيات الفنية ترك بصمة كبيرة في حياتك؟ إلى جانب والدك طبعاً. أكيد من الشخصيتين اللي أنا دائماً أعتز بهم وأنتمي لهم ودائماً أراقب أدائهم، في البداية أستاذي الغالي الفنان القدير نبيل حزام. من الشخصيات اللي أنا جداً أعتز بها وأعتز بخطواتها الفنية، وأيضاً الفنان القدير الله يرحمه الأستاذ جمال غيلان، شخصية رهيبة جداً وكانت فنية عروض مسرحية وأعمال تلفزيونية في قمة الروعة. طب لو نرجع نتكلم عن أعمالك وأدوارك اللي أخذتها، إيش هي أهم الأدوار اللي أديتها إلى الآن؟ طبعاً في بداية مرحلتي كان معي أفضل مسلسل أديته في الطفولة، كان مسلسل اسمه محمد وشيماء، كنت أمثل فيه أنا شخصية محمد في عمر 8 سنوات، وكانت إلى جانبي الفنانة القديرة والرائعة سالي حمادة كانت تمثل شخصية شيماء. أيوة. طيب بالنسبة لآخر أعمال، وطبعاً من الشخصيات اللي كمان اشتغلت فيها، تفضل كانت بالنسبة لي كانت شخصية عزيزة أو قريبة إلي، كانت شخصية طارق في مسلسل طريق للمدينة. جميل. طيب بالنسبة لآخر أعمالك، إيش هو حدثنا عنه وقل لنا إيش أضاف لك؟ طبعاً آخر عمل راح هو كان مسلسل غربة البن، وأنا شاركت فيه في شخصية حامد، وكنت أحاول قد استطاعتي أن أوجد لشخصية حامد ملامح معينات تتأثر بطيبتها وتتأثر بمجتمعها والناس اللي حولها. وبالنسبة للقادم حالياً نحضر إن شاء الله لفيلم بنصوره في ماليزيا إن شاء الله، فيلم جميل جداً. هو تابع شركة نادي التوشن، دائماً نقدم ما رائعة، وهذا أول تصريح بالنسبة لي أو أطلع. جميل. وإن شاء الله بيكون عمل نفتخر به طبعاً، من إخراج زميلي رائع هاشم وبتصوير مدير التصوير الجميل والمميز راكان حانسي، وإن شاء الله نرتب لمسلسل قادم بشارك فيه مشاركة بتكون لي مشاركة قوية جداً. أتمنى من خلال هذا المسلسل القادم أن نصنع تغيير في الدراما اليمنية ونشد بصمة قوية جداً على مستوى العرب. طب احنا اخذنا الاعلان الاول عن الفيلم، ممكن نعرف فكرته او الرساله اللي بتوصله؟ يعني لانه انتم اخذتوا الفكره الاوليه بشيش بعدين اروح يقع فصل نهائي. طيب خلاص نرجع نتكلم عن اعمالك وعن دورك ادوارك. هل مر عليك دور في مسرحيه او مسلسل محلي او خارجي تمنيت لو قمت بادائه؟
بالنسبة لأنه مر علي دور شفته ولا أنه عرض علي وما تمش؟ شاهدته يعني، تابعته وتمنيت لو أنت اللي أديته. يمكن أنا من النوع اللي أتابع كوري كثير وأحب المسلسلات الكورية. أنا كمان مختلف تماما يعني. أيوه وتمنيت تكون في مكانهم يعني. في مسلسل والله في مسلسل جدا تمنيت أكون في مكانهم وتمنيت أني أكون معاهم. وأيضا في مسلسل كان لي أنا بشارك به في مصر، كان التصوير والتصوير في تركيا، وللأسف يعني كان بدأت الخطوات العملية وكنت سافرت لمصر وكانت الفيزا بتطلع لتركيا، وبعدين حصلت وقتها مشاكل وللأسف ما تمشى المسلسل، وكان تم اختياري من قبل شركة خليجية. جدا مبسوط للنص ويمكن كنت افتخر للشيء اللي كنت انا حابب اقدمه لليمن، لكن ربي كريم ان شاء الله معوض. معوض ان شاء الله. طيب باعتبارك ممثل وفنان ومخرج، ايش ايجابيات ذلك على حياتك الشخصيه؟ اول ايجابيات هي محبه الناس، يعني محبه الناس كنز لا يفنى. انا بالنسبه لي راس مالي وحب أكبر شيء أنا أمتلكه في مجالي الفني. هذه إيجابية بحد ذاتها إيجابية كبيرة، عندما ترى ناس كثير تحبك ويحترمون. يعني أمس أنا كنت في عرس يمني في ماليزيا، لقيت بالصدفة أحد الناس ودعوني، كمية الإعجاب والناس يلتفوا حولك ويحاولون يجيبوا لك كمية من التقدير والاحترام، هذا بحد ذاته إيجابية كبيرة جدا تخليك تستمر تشتغل تعب وتجتهد من أجلها وللناس اللي يحبوك. رائع، أوافقك جدا. طيب هذا يعد الفنان الناجح لما يلاقي هذه الإيجابيات في حياته الشخصية، من وجهة نظرك إيش هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الفنان الناجح؟ بلا شك التواضع والأخلاق. الفنان إذا ما عندش أخلاق ما يعتبرش فنان بالنسبة لي. يجب أن الفنان يكون كفة من الأخلاق، من التواضع، من الاحترام، لأنه مهما كان الفن بدون أخلاق ما يرتبطش أبداً ومستحيل أنه يستمر. جميل. عبد الله، إيش الجوائز اللي حصلت عليها أو المشاركات الخارجية غير المسلسلات اللي في اليمن وكذا؟ أنا طبعاً في عمر 8 سنوات كان لي مشاركات مسرحية، كان في مهرجان القاهرة التجريبي ومهرجان بغداد ومهرجان في سوريا وأيضاً مهرجان في الأردن. هذا في عمر 8 سنوات كانت مسرحية البوفيه، وحصلت على أفضل ممثل طفل على مستوى الوطن العربي في مهرجان القاهرة التجريبي في عمر 8 سنوات. رائع جداً. طيب كيف تقيم الدراما اليمنية وإيش؟ طبعاً المشاركات الخارجية بالنسبة للأعمال التلفزيونية. تفضل. كان لي أعمال تلفزيونية منها مسلسل حائر طائر في عرض في قناة الإمارات ودبي سما دبي، وأيضا كان لي مسلسل خطوات على جبال اليمن عرض في السعودية الأولى، وكان مشاركات عربية أيضا في فيلم سوري أثناء دراستي. وحاليا اتمنى انه كنت انا لما رحت مصر كنت حبيت ان اشبك بعروض مسرحيه مع فنانين كبار في مصر في اليمن، وهذه من الاعمال اللي انا حصلت عليها. طبعا فيلم سجده الان يشارك في مهرجان او في مكتبه دبي السينمائيه، وهو من اعمال ديستريبيوشن شركه حشم وراكان. عبد الله، رغم عمرك الصغير لكن تاريخك حافل ما شاء الله. طب لو تكلمنا بشكل عام عن الدراما اليمنية، كيف تقيمها وايش تحتاج عشان تتطور اكثر؟ والله انا اشوف يعني حاليا في فرق كبير جدا ما بين الدراما انه كانت تقدم زمان. صح انه زمان كان في محتوى قوي جدا، ولكن كان ينقص الخبرة في التصوير وفي الزوايا وفي إظهار
المادة بشكل جميل جدا، لكن الآن ظهرت التصوير الحلو وظهرت الزوايا الجميلة وظهرت الأماكن الجميلة، ولكن للأسف فقدنا المحتوى. أنا أتمنى في الدراما فعلا أنه وأنا متأكد أني بتطور، يعني أشوف أنه بتوصل إلى مرحلة كبيرة جدا، ولكن إذا تم التركيز والجهد بشكل كبير جدا لنا جميعا أن احنا نوجد مادة جميلة تظهر اليمن بشكل كبير. مدري أنا بنحس أني بنحرك يدي خيرات، لكن لا بالعكس يمكن أنه تواصل عن طريق بالعكس. طيب وإذا كمان توفرت الظروف الموائمة لهذا للمجال الفني للمجتمع الفني عشان يبدع وينتج، طيب في ظل هذا التطور اللي تحدثت عنه، أنت فين تجد نفسك أكثر، في المسرح ولا في الدراما التلفزيونية ولا خلف الكاميرا كمخرج؟ هو لا خلاف أبداً أن المسرح أبو الفنون، المسرح هو الأساس لبناء الفنان والممثل بشكل قوي جداً، لأنه هذا أساسه اللي يقدر يتكئ عليه. أنت في المسرح بتواجه كثير من الناس وبيكون الفعل وردة الفعل مباشرة، غير التلفزيون ممكن إذا غلطت أنه كت وتعيد. فالمسرح لأي فنان معروف حتى عربي أو عالمي، أنه المسرح هو أساسه، المسرح اللي بي 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 بيقدر من خلاله أنه يقوي من قدراته في الأداء، وإذا كان خاصة أنه يشتغل على نوع من المسرح الأكاديمي. بالنسبة لي أنا أوجد نفسي كممثل أكثر حتى أني أكون مخرج. الإخراج أنا اتخذته من أجل التمثيل، أنه في ناس هبوا شخصيات من الشباب لم تظهر، في كثير من المخرجين لم يستطيع أن يخرج الأداء الصح من الممثل أو يعرفه على أحاسيسه وتعابير وجهه وتقاسيم وجهه وإيقاع اللي ممكن يمر عليه. فأنا اتجهت للإخراج فقط من أجل التمثيل، فالحب الأول والأخير للتمثيل، حتى لو حرمت نفسي من أجل أن أوجد شيء أنا أتمناه. جميل. طيب إلى ماذا تطمح؟ فين تشوف نفسك بعدين؟ أنا طبعاً أطمح لأشياء كبيرة جداً، أطمح في الأول والأخير أو الشيء اللي أتمناه لبلدي، أتمنى أنني أبني خشبة مسرح خاصة في اليمن. أنا هذا حلمي وأحلم من زمان أنه يكون في يعني زي دولة بأكملها لا يوجد فيها مسرح للأسف، وفيها فقط مراكز ثقافية ويقال تقاس ثقافة وحضارة الشعوب من خلال مسرحهم أو من خلال فنهم، وإحنا للأسف بلد بأكملها لا يوجد فيها مسرح، لا يستطيع الناس أن يروحوا إلى مكان يأخذوا معلومة أو يتثقفوا أو يرفهوا عن أنفسهم. هذا الشيء اللي أتمناه أني أبني في اليمن، أن يكون هناك خشبة مسرح حقيقية تعرض بشكل على مدار السنة، يعني عروض مسرحية متواصلة، وحاولت أنني أعمل عدة عروض مسرحية خلال السنة اللي مرت، وأتمنى فعلاً أنه أوجد أعمال درامية أو أوجد فنان يمني يستطيع أن يعبر بأدائه وأحاسيسه قبل حواره. طيب هذا على المستوى العام، على المستوى الشخصي بعد 5 سنوات مثلاً فين تشوف نفسك؟ أتمنى أن أشوف نفسي في قناة عربية أمثل بأعمال ترتقي بالفن، وأتمنى أنه كل اليمنيين يفتخروا بهذه الشخصية التي أصبحت مثال أو نافذة جميلة لبلدنا. الحديث معك ممتع جدا عبد الله، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك، وأنا أشكرك وأشكر جميع طاقم البرنامج والقناة، وسعيد جدا احنا التوفيق، واحنا وجدنا دائما نقول من أجل. شكرا لك عبد الله.